أعود أيضا إليك دكتور نصير بخصوص بالفعل مرة أخرى، إذا ما ذكرت منذ البداية حتى اللحظة كل ما يدار أو بخصوص القطبية بأنها تأتي ضمن أيضا دائرة البروباغندا الروسية والصين، ولكن بالنسبة لروسيا اليوم مرة أخرى في أوكرانيا تحذر أيضا التدخل الغربي في هذه الحرب، وأن تكون واشنطن هي أيضا جزء من هذه الحرب بتدخل مباشر، وبالتالي السلاح النووي جاهز تكتيكي أو حتى الاستراتيجي، وبالتالي لماذا لا نقول أن هذه هي بروباغندا وليست بالفعل هي حقائق ستكون حاضرة ربما في الأيام القليلة القادمة، عندما أيضا كنا نتحدث عن الرئيس بوتين لن يدخل إلى أوكرانيا، دخل إلى أوكرانيا وأيضا هو الآن في أنهى الشهر السابع من حربه في أوكرانيا. نعم، ومن يهدد باستخدام الأسلحة النووية هو بوتين بطريقة مباشرة وغير مباشرة، وهو الذي دخل أوكرانيا، والولايات المتحدة قالت له لا تدخل أوكرانيا. فيعني والآن تقول له لا تفعل بالنسبة للأسلحة النووية. بكل تأكيد، فلوم أمريكا يعني على الجرائم التي يقترفها بوتين، يعني هو أيضا من البروباغاندا الروسية، وسمعت من ضيفكم قبل قليل بروباغاندا أخرى روسية، وهي أن الولايات المتحدة تريد أن تصدر الغاز إلى أوروبا، وهذا غير معقول. يعني الولايات المتحدة لا تصدر الغاز، وعلى العكس يعني هناك في الولايات المتحدة قوانين الآن تمنع استخراج الغاز والطاقة، هذا أولا. ثانيا، الولايات المتحدة لا يوجد لديها إمكانية تقنية ولا يوجد أنابيب يمكن أن تمد أوروبا بالغاز. فما ذكر ضيفكم الكريم هو أيضا بروباغاندا روسية هدفها الإيقاع بين الولايات المتحدة وأوروبا. وعندما قال بأنه انظر إلى ألمانيا وكيف ينتقدون ويتهمون أمريكا، هذا أيضا بروباغاندا روسية تهدف إلى تقسيم الحلف الغربي، وهذه غير ناجحة، لأن ألمانيا وأوروبا يعني تتعرض الآن، يعني من الذي قطع الغاز عنها؟ الذي قطع الغاز عنها هو بوتين وليس أمريكا. من قطع الغاز عن أوروبا هو بوتين، ومن الذي يعني والذي كل فترة يقطع الغاز ويقطع امدادات الغاز هو بوتين. ففي الحقيقة يعني لدينا مشكلة في الشرق الأوسط بشكل عام، روسيا يستغلها والإيراني يستغلها بشكل جيد، يستفيدون من أخطاء الولايات المتحدة وهي كثيرة في الشرق الأوسط لتبرير جرائم روسيا.